استاذ شرقاوي، جدل كتير على اداء المنتخب بعد تولي كيروش. الناس كانت متفائله في الاول مباراتين ليبيا، ثم بعد كده تراجع الاداء انجولا والجابون، الكلام على الاختيارات. هل رجعنا لنفس المستوى اللي كان عليه المنتخب وقت حسام البدري؟ رجعنا، لان الراجل بيفهم. الراجل يعني الناس، انا واحد من الناس اصطدمت في اداء المنتخب مع كيروش. مفيش فرق بين المنتخب مع البدري والمنتخب مع كيروش، نفس الاداء، هو اداء ما يخلكش متفائل بالتاهل لنهايه كاس العالم. احنا عشان نتكلم يعني ايه، سيبك بالفنيات، الناس كلها اتكلمت في الفنيات، بس انا جاي بدفع دولارات بالشيء الفلاني للمدير الفني ومعاه جهاز معاون علشان في الاخر يلعب يعمل التشكيل الغلط اللي الناس كلها شايفاه غلط، ومحدش يقول له من الجهاز المعاون حتى بتاع كابتن ضياء السيد ان انت عمال انت غلطان يا كابتن كيروش، يعني يجيب راس الحربه يا باشا. يا باشا هو المدير الفني يا فندم، المدير الفني احنا برضه بنشوف، ما احنا بنشوف، ما احنا شايفين الملعب، شايفين شكله ازاي. هو المدير الفني، محمد شريف ده ما يلعبش جناح، واحمد ياسر ابراهيم ما يلعبش جناح، هم دول راس حربه، يلعبوا راس حربه. هو بيزود الفاعليه. في ناس ما تنفعش يا اسلام، بص يا اسلام، في ناس في المنتخب ما ينفعش انها تمثل مصر، ما ينفعش تمثل انها المنتخب، لعيبه محليه زي مروان حمدي، زي احمد ياسر، احمد ياسر ريان، ما كلهم بالنسبه لك كويسين. ماشي. انا بكلمك انا بكلمك دلوقتي على حاجات انا شايفها في لعيبه المنتخب الوطني. هو الراجل ده يعني اعتقد ان فلوس بتضيع على الفاضي، دولارات بنهدرها على كيروش على الفاضي، وللاسف الشديد الوقت ضيق ما يسمحلكش ان انت تعمل تغيير في الجهاز الفني. كيروش اللي عمل طفرة في الفترة اللي فاتت مع مين؟ مع المنتخب. عمل ازاي؟ فترة قدر ان هو يوصلك بعد ما كنت مهدد انك انت ما توصلش المرحلة الحاسمة. بص اقول لك على حاجة، اضعف مجموعة كانت في التصفيات التمهيدية في افريقيا كانت المجموعة اللي موجود فيها مصر. احنا كلنا شفنا المستويات عاملة ازاي، في منتخبات كبيره لغايه الجوله الاخيره زي منتخب الجزائر، منتخب تونس، منتخب الكاميرون، منتخب نيجيريا، صعدوا بشق الانفس، صعدوا بعد منافسه قويه مع منتخبات كانت في مجموعتهم. المنتخبات دي لو كانت في مجموعتنا، يعني انت لو كان معاك بوركينا فاسو او الراس الاخضر او مش يعني منتخبات اللي هي كانت بتنافس للحظه الاخيره دي، كانوا تعبوك كمنتخب. طيب مصر، هشام، هل انت متفق مع الشرقاوي ان مفيش جديد في المنتخب في الاداء في الطريقه؟ لا. ولا شايف ان كروش لسه بيستكشف وفي نفس الوقت بيتعرف على لاعبين وبيجرب لاعبين وقدم عناصر جديده ما كانتش موجوده قبل كده؟ اتعرف ايه واحنا فتره خطوبه؟ احنا بنتكلم، انا متفق مع استاذ شرقاوي في جزء بس واحد، ان سيبك من ان هو رئيس قسم، رئيس قسم. لا 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 قول رئيس القسم ده هناك، هنا انت تقول بحريت. ما انا هكلمك، اعترض براحتك، ما تخافش. لا لا مش موضوع خالص، هي الفكره في حاجه، هو استاذ شرقاوي كلامه منطقي. في مباراه الجابون امبارح لم ترضي الجميع على الاطلاق. وقبلها الجول، هل مباراه واحده استاذ شرقاوي؟ انا هكمل. لكن مباراتي ليبيا هنا وهناك كروش ادارها 10 على 10 المباراتين. مباراة انجولا كان ليها ظروفها الخاصة، احنا يمكن اتفاجئنا بمستوى انجولا، لان خلي بالك انجولا في المباراة اللي لعبها كابتن حسام البدري اللي احنا كسبناها هنا 1-0 في استاد الدفاع الجوي بشق الانفس، كان منتخب انجولا يفقد 14 لاعب محترف. خلي بالك منهم اللاعب اللي جاب الجون الاولاني رقم 9 ده ما كانش موجود، الباك ليفت اللي كان ماسك محمد صلاح ما كانش موجود. فاذا هو كان منتخب انجولا هنا في مصر في وقت أقوى. ما كانش اقوى، ما كانش اقوى، لان احنا كنا ساعتها كان ريد زون مصر. فحتى تفتكر محمد صلاح كان ما كانش موجود، لان انجلترا كانت خايفه على النني ومحمد صلاح. أيوة صح. مصر ساعتها في ريد زون، وبالتالي ان انجولا لما جت لعبتنا هنا كانت فاقده 14 لاعب كلهم. ايوه صح. اللعيبه دي بقى لعبت ماتش انجولا اللي احنا اتعلمنا فيه، عشان كده انا بقول ان الاداء اختلف بالنسبه لمنتخب انجولا، فالناس اتفاجئت بمنتخب مصر. هو نفس الاداء، لكن منتخب انجولا هو بقى اكثر قوه، بقى اكثر شراسه، ولذلك احنا تعادلنا معاهم. هو كان تعادل عادل بالامانه، يعني احنا ما كناش نستحق لا نكسب ولا نخسر. انجولا نفس الكلام، فاذا هو كان تعادل عادل. لكن انا شايف حاجه، كابتن حسام البدري مع احترامنا الكامل ليه، كان موجود في مباراتي ليبيا وتحديدا اللي هناك، ما كناش كيروش عنده جرأة هجومية واضحة جدا من البداية. إذا أنت شايف إن كيروش
عمل طفره مع المنتخب لكن لسه حقق مهمته بالنجاح. وانا مش عشان حاجه كابتن حسين البدري انت عارف صديق لينا كلنا ملهاش لكن لكن بنتكلم في الفكر الفني. كروش مدرب كبير بيتميز بالجرأة الهجوميه واحنا كنا محتاجين ده ان احنا تفتكر الخبراء والنقاد اللي زي الشرقاوي بينتقدوا لي؟ لا هي وجهات نظر. هو ما هي ما اختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضيه. ماشي لكن 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 هي وجهات نظر. انت بتشوف مثلا حاجه بشكل معين انت ممكن تشوف الماتش ده من متحيزين من هل هم متحيزين للمدرب المحلي؟ هو في يعني في مجموعه كبيره شايف ان كان حسام بدري اتظلم بسبب الطريقه اللي هو مشي بيها ان هو وقت ما كان موجود. هل العاطفه غالبه عليك يا شرقاوي وانت بتقيم كيروش؟ شرقاوي كابتن حسام بدري مش ابن خالد.